في عدد كبير من أبطال العالم ونجوم الاسكواش حضروا فعاليات ختام بطولة القاهرة للسكواش اللي بتعتبر من أقوى بطولات اللعبة في مصر. شارك فيها في هذه البطولة عدد كبير جدا من اللعيبة في مراحل عمرية وسنية مختلفة. البطولة دي بتكون فرصة لدعم وتشجيع الناشئين في هذه الرياضة. خلينا نشوف. بطولة منطقة القاهرة تقريبا تاني أكبر بطولة بعد بطولة الجمهورية. تنظيميا كانت هايلة من وجهة نظر احترام المواعيد والتحكيم وعدد الملاعب، مش بطال أبدا، فكل التقييمات لصالح الأعضاء المنطقة الجدد. والله احنا تعمدنا السنة دي ان حفل الختام يبقى بشكل مختلف، ما عملناهوش بالصورة الدارجة ان احنا نسلم كاسات ودروع للولاد ويمشوا، لا احنا النهاردة بنحاول نوصل لهم مسج. احنا نشكرهم على المجهود اللي عملوه طول فترة البطولة 10 ايام تقريبا 1900 مباراة، الثمانية الاوائل كلهم هيكرموا، ده سبق لم تحدث سابقا. احنا عندنا المواهب ما شاء الله، وعندنا النو هاو بتاعه المدربين، مدربين كتير قوي ما شاء الله عارفين ازاي يطلعوا ابطال كان على مستوى البدني او الفني، وعندنا انا بقول الجنود الاوائل اولياء الامور اللي مركزين في ان اولادهم يبقوا كويسين وبيساعدوهم وبيفضلوا وراهم، ودوت عنصر مش موجود في العالم كله الا عندنا. اللعيبه كلها دلوقتي في البيك بتاعها، في اعلى مستوياتها، فورم عالية جدا كلهم، لأن بطولة الجمهورية خلاص فضلها شهر يعني، فدي من البطولات اللي هي كل اللعيبة مستوى قوي جدا، فلذلك في المنافسة في البطولة قوية جدا، وبالذات كمان إن البطولة دي من أعلى النقط اللي موجودة، بطولة منطقة القاهرة تاني أعلى نقط بعد الجمهورية على طول. بتشرف إن أنا هكون ليا الكلمة التحفيزية للأبطال الفايزين النهاردة. أنا شايف إن إحنا دورنا كل الأطراف، سواء المنظمين سواء الأهالي سواء أي حد بيدعم الرياضة في مصر، دورنا إن احنا نركز جدا على أي جيل طالع، إن احنا إزاي نحفزه وإن احنا نوصل له المايند سيت بتاعه، إنه يبقى فكرة إن هو تو نيفر جيف أب، إن أنت طبيعي إن أنت ما دام في رياضة إن أنت هتخسر، طبيعي إن أنت هتقابل صعوبات، طبيعي إن أنت هتبقى، هي رياضة. عايز أشكر كباتن وعيلتي على المجهود الكبير اللي هم حطوه في نفسي. كان عندي إصابة كده في عندي، بس قعدت فيها شهر ما بلعبش عشان يعني مش بسخن كويس، رجعت الحمد لله رجعت أحسن، أخدت مركز الأول في بطولة الزهور والاستاد، وبحب أشكر كل حد. كان للأسف آدم اتعرض بالشهرين اللي فاتوا لإصابة، الحمد لله عدى فترة التأهيل، اشتغلنا عليه وبذلنا مجهود، وهو برضو بذل مجهود جامد عشان يقدر يرجع تاني ويفوز النهاردة الحمد لله بالمركز الأول. احنا هنا بصراحة كأعضاء نادي الزهور أول مرة بتتعمل بطولة منطقة القاهرة هنا عندنا في النادي وعلى ملاعب الاستاد، ومن خلالها قدرنا أتحنا الفرصة أن ناس كتير قوي تبقى متواجدة معنا، أكبر عدد من المشاركين في البطولة. قدرنا كمان أن احنا نجدد ملاعبنا بالكامل. بطولة كويسة جدا والملاعب حلوة قوي، اشتغلت على نفسي، والله أنا كنت تعبان بصراحة، فقلت أن أنا كان عندي امتحانات كمان، فكان الموضوع كان تشالنج قوي بالنسبة لي، وأنا مبسوط أن أنا عملت وصلت كده وأنا تعبان وبس.